رمضان أشرق فابتنا تتطلع ظمأ. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني بدعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتاب.